السلام عليكم من مدينة مزقان، من مدينة الجديدة، من المدينة التوأم الشمالي لمدينة أسفي الجديدة. هناك من يسميها أيضا المهدومة، المدينة الجميلة، المدينة اللي لابلاج على الشانطي على وسط المدينة. وهذا واحد النقص جغرافي أو مورفولوجي اللي مع كامل الأسف كتعاني منه مدينة أسفي، ولكن الله عوض كذلك مناظر أخرى في حاضرة المحيط البديعة. هنا البحر راجع، إلا كتلاحظوا لي غوشي كيبانوا، لي زالك فيرت كيبانوا، كذا كذا. واحد الناس ما نقدرش نقلوا لكم واحد الرائحه ديال اليود كذلك. وهذا ما بغيتش نصور لكم الشانط، هذا المدخل ديال المدينه الجديده. نعاود نزومي، المنظر جميل جميل، ولا بلاصه راه كتبان ليها. غاديش نوقف وحدها شتوها، ولكن حدنا هنا اللي قال هذاك حد طنجه. الناس كتامل البحر مع كامل الاسف، دائما كنلقاو اظن لي زويزي مخارج ديالها هذه تاتاتي تاتاتا، لا داعي لي. قال لي لا ظهر المعنى لا فائده في التكرار. وما نساوش ان انا اتواجد على رمال ذهبيه 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 وفضيه ونحاسيه و لا تدوش عليا، وهي هي 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 مقابله البحر لا يرحل. هو هذا واحد السفينه كاينه تما في الحوزيه، لان الحوزيه التي واحد المصطافي يوجد شمال مدينه الجديده في اتجاه طريق ازمور. واش نحبسوا عليه ولا نحبسوا على المدينه الجديده، ولا نحبسوا على الموجه، ولا نحبسوا ما عرفت علاش غنحبسوا. لا غنحبس على مدينه الجديده وهذا المنظر الجميل اللي فيه النخل وفيه البحر وفيه الشجر وفيه الحضر. السلام عليكم. لا 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 لا، السلام عليكم.